احتضنت قاعة السينما السعادة بوهران انطلاق فعالية برنامج سينما الديوان لسنة 2017 بعرض فيلم لا لا لاند المخرج الأمريكي دانيال شازيل. الحكومة أخذت التدابير وبالتنسيق مع خاصة الديوان الوطني للثقافة والإعلام وزارة الثقافة باش نشرع في تطبيق هذا القرار. ماذا بينا زعما يكون عندنا شعب يعني يحب السينما، بصح كيفاش يحب السينما والسينمات ما كانش؟ على هذا زعما انا من الناس اللي مدعمين هذه الفكره تاع اليوم. تدور احداث القصه من خلال حياه الموسيقي سيباستيان والممثله الطموحه مايا، وعلاقتهما تبدا بمواجهه الازمات حين يصادفهما النجاح في حياتهما العمليه. هذا البرنامج السينمائي سيكون على مدار السنة، يعني كلما تكون أفلام جديدة على المستوى العالمي إن شاء الله سيكون ديوان الوطني للثقافة والإعلام على موعد مع عرض هذه الأفلام في القاعات الموجودة التي تحت وصاية ديوان الوطني للثقافة والإعلام. أفلام ستعرض على مدار السنة ابتداء من أمس بقاعة سينما السعادة بوهران، وحدد سعر التذكرة ب500 دينار جزائري، ومعظم الأفلام المعروضة هي أفلام حائزة على جوائز الأوسكار.